السلام عليكم. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هنتكلم على الباثولوجيكال ديس اوردرز في الجي اي تي. النهارده هناخد حاجتين اتنين بس بساط جدا، اللي هي البارتس اوسوفيجاس والديدينال بيبتيك اسر. اول حاجه البارتس اوسوفيجاس، يعني ايه بارتس اوسوفيجاس؟ ببساطه ده معناها ميتابليزيا في الديستال اوسوفيجيال ايبيثيليوم، بيتحول من النورمال سكويموس ايبيثيليوم الى كولومنر انتستينال ايبيثيليوم. لما نيجي نشوف في الصوره الاولانيه دي المكتوب عليها نورمال اوسوفيجاس، الطبيعي عند الجزء اللي تحت في الديستال اوسوفيجيال ايبيثيليوم هو سكويموس ايبيثيليوم عادي، الاستراتيفايد سكويموس اللي احنا شايفين طبقات من السكويموس ايبيثيليوم زي بتاعه السكين، بس طبعا بتبقى نون كيراتينايز، طبقات كتير كده كلها دوت السكويموس ايبيثيليوم. لكن لما بيحصل بارتس اوسوفيجاس بيتحول السكويموس ايبيثيليوم اللي هنا الى كولومنر انتستينال ايبيثيليوم، اللي هو شكله ازاي؟ زي ما احنا شايفين في خلايا طول كولومنر، في بعض الجوبلت سيلز اهي، والخلايا بتبقى ميوسين سيكريتين، كاني انا بشوف انتستين، يعني كان انا شايفه انتستين مش شايفه اوسوفيجاس، فبلاقي ان هي عباره عن انتستينال ايبيثيليوم، يعني طول كولومنر ايبيثيليوم ميوكس سيكريتين، وفي الجوبلت سيلز اللي هي الدوائر الفراغات اللي هي البيضه دي، ده الجوبلت سيلز، فده بنسميه بارتس اوسوفيجاس. يبقى معناه ميتابليزيا في الديستال اوسوفاجيال ايبيثيليوم from squamous الى columnar intestinal epithelium. تاني حاجه معانا هي duodenal peptic ulcer. احنا عارفين ان البيبتيك ألسر بتيجي في الاستومك وبتيجي في الديودينم، لكن الاشهر بالنسبه لها ان هي بتكون موجوده في الديودينم. اللي احنا شايفينه هنا ده جزء من الاستومك ومعاها الفيرست بارت اوف ديودينم اللي هو ده، زي ما احنا شايفين في هنا ديبريشن كده، هي دي الألسر. يبقى ده اسمها ايه؟ بيبتيك ألسر، لان هي في الديودينم هنسميها duodenal peptic ulcer. الجار اللي قدامنا او الصوره اللي قدامنا هي فيها الجزء اللي هو الديستال بارت اوف الاستومك، زي ما احنا شايفين اخر جزء من الاستومك ومعاه الفيرست بارت اوف ديو. فانا كل اللي هشرحه هنا في جار ديودينال بيبتيك ألسر ان انا عايزه اوصف ديودينال ألسر. زي اي وصف ألسر بنوصفه دايما، ألسر في اي مكان بتتوصف بنفس الحاجات دي. اول حاجه شكلها، شكلها ايه؟ شكلها اوفال، يعني الشكل كده ان جنرال بيبقى شكلها شويه اوفال، اوفال ان شيب. الايدجز بتاعتها اخبارها ايه؟ هنلاحظ ان هي مختلفه، الجزء البروكسمال اللي هو هنا، البروكسمال طبعا اللي هو ناحيه الاستومك، والجزء الديستال اللي هو الناحيه دي. هنلاقي الجزء البروكسمال هنا شكله مختلف عن الجزء الديستال، الشكل مختلف، فبنلاقي ان الايدج بتاعتها بروكسمالي تبقى اوفر هانجنج، عاليه كده وعاليه ومرفوعه، لكن في الجزء الديستال سلوبنج نازله كده، يبقى الجزء ده اللي هو البروكسمال بيبقى اوفر هانجنج عاليه، والجزء الديستال بيبقى سلوبنج، يعني جزء زي ما يكون هنا يعني فاضي، مفيش الشكل اللي هو الايدج بتاعته مش عاليه زي الجزء ده. بعد كده المارشنز بتتكون من كونفرجنت ميكوزال فولدز، بنلاقيها داخله على بعضها، يعني او الميكوزال فولد بتاعتها بتبقى داخله لجوه، وده بيفرق ما بينها وما بين مثلا حاجه زي المالجنانت ألسر اللي هي بتبقى عندها ايفيرتد ايدجز وخارجه على بره وتلاقيها شكلها مش مظبوط، لكن هنا المارشنز بتاعتها بنلاقيها متكونه من كونفرجنت ميكوزال فولدز. اخر حاجه فيها الفلور، الفلور متعودين دايما ان الفلور بتاعت الالسرز بتبقى الالسر دي حاجه حصل فيها نيكروزس وديستراكشن وانفلاميشن، فدايما متعودين ان هي بتبقى مليانه نيكروتيك ماتيريال ومش نظيفه، يعني بتبقى مليانه نيكروزس، ولكن الفلور بتاعت الديودينال ألسر او بتاعت البيبتيك ألسر ان جنرال مختلفه. ليه؟ لان الاتش سي ال بيهضم بيعمل دايجيشن للكونتنت اللي في الفلور بتاع الالسر، فانا اجي ابص الاقي ان الفلور سموث نظيفه خالص علشان الاتش سي ال عمل دايجيشن ونظف لكل الماتيريال النيكروتيك اللي كانت موجوده، فبتبقى سموث فلور. البيبتيك ألسر دي ساعات بتبقى طبعا ديب قوي لدرجه ان هي مع الانفلاميشن والفايبروزس اللي بيحصل حواليها ممكن تلزق في البنكرياتيك تيشو اللي حواليها، يعني البيشنت يجي نحاول مثلا ان هو تشوف الالسر تلاقيها لازقه في البنكرياتيك اللي هي ظهرها مش قادر تفصله منها علشان حصل ادهيشنز ما بينها وما بين البنكرياتيك تيشو اللي حواليها، فنلاقي ان النوارال بيس بتاعه الالسر بتبقى اتاتشد للبنكرياتيك تيشو اللي حواليها من كتر الانفلاميشن والفايبروزس. يبقى احنا خدنا حاجتين، بارتس اوسوفيجاس عرفنا الفرق بين النورمال اوسوفيجيال ايبيثيليوم والميتابلاستيك ايبيثيليوم، واخدنا وصف للديودينال بيبتيك ألسر بسيط جدا زي اللي اخدناه في المصر. شكرا ليك.